لا الاقبال شويه وصافي، الوقت باقي ما تحركتش، كنتسناو غدا ان شاء الله نهار العاشور يقدر تحرك شويه. هذه هي النقطه اللي ما بقاتش فعال لي كانت. انا مملك دابا السواق بزاف و تنعرفها. لا الطلب ملي كيتزاد العرض الطلب كينقص. اتمنى هذا العام طلع شويش. طلع شويش. طلع شويش. وشكون كيجي كيحسن العاشر؟ واش كان شي حال هادي ولا دابا ولا كاين شي اختلاف بيناتهم؟ وعلى ما كنقول انا العاشر شحال هادي كان حسن، الناس كيعاودوا، ما انا ما كنتش دوزت عاشور شحال هادي، حنا يلاه بدينا العاشور. عديت العاشور. ودابا شويش كاين شويش الغلا، الناس ما بقاتش كتشري بزاف. الصراحة بحال كل عام، كل عام عادي. عادي ماشي. شنو كتشريو في العاشور من غير اللعاب اليسخارين؟ اوه كاين الفاكهه هي اللي كاين. الفاكهه هي اللي كاين. بالنسبه للاثمنه مثلا واش طالعه هابطه كما كانت؟ ما بقاتش بحال اللي كانت في الحقيقه، رجعت اثمنه غاليه جدا، نظرا لان هادشي ما عندناش موجود كنستوردوه من الخارج، كنظن على داكشي الاثمنه مرفوعه، ماشي في المتناول ديال الجميع، يعني انسان عادي موظف بسيط ما كنظنش ماشي يقدر هذا. بالنسبه حنا اليوم ما شريناش بزاف ديال الحاجات، وصلت التكلفه علينا 1000 درهم. باقي الله بديت، باقي ما شريتش كلشي. الفاكهه هاد العام تكون غاليه حيت الاغلبيه ديال ديك لي ترويسه كيجيو من على السبته ومن الليل، امور مزيره دابا غتكون الاثمنه طالعه. اجواء مزيانه بالنسبه للفواكه، كاين السوق كاين طلب وكاين اختيار زعما في المنتوجات، كاين منتوجات محليه كاين منتوجات اجنبيه، وكتعرف هاد الجو هذا سبيسيال خاص بمنطقة طرجة اللي معروفة هكا الفاكهة ديال عاشور. الناس المواطنين كيجيو كياخدو مع وليداتهم، كياخدو فاكهة، كيعملو أمسيات عائلية، وهذا مكان. باقي شي أجواء د عاشورة كيما كانت أولا؟ أنا في المدينة ما كاينش. شوف أسواق الداخلية فهمتيني. أحوام شعبية. أحوام شعبية تقدر تجبر موجود كسفارة بحال المدينة. مابقاش بحال قبل، قبل كان بزاف ديال العادات نقرضو مابقاوش. اي اذا بالنسبه ليك العاشور حسن شحال هادي ولا دابا؟ قبل كان حسن صراحة. الصراحه ما بقيناش كنوجدوا لا فحال افون قبل كنا كنوجدوا، كان قبل كان هنا في شارع خصافات كانوا الناس كيعملوا بحال البراكات وكيبيعوا فيها الفاكهه وكيبيعوا اللعب ديال الدراري وهذا، مي دابا داكشي رجع ان تي بو مودرن، رجع كنشريو غير الفاكهه شويه ديال لي جوين الدراري وصافي هادشي اللي كاين. كنتجمع مع العائله، كنديهم عند عزيزاهم، كيكونوا خوالاتهم تما وهذا، والحلوى واتاي بحق ماشي بحال قبل ملي كنا حنا صغارين. قبل كان كيدوز داك الشيء حلو، دابا عالم هذا ديال السرعه فهمتيني، ماشي بحال. والعائله كامله مجموعه؟ ضروري العائله، العائله كامله كتكون مجموعه. حنايا كنشريو فاكهه وكندوقوا العائله ديالنا والناس كيدوقونا. هادشي مزيان.